إذا كيف كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، في هذا الأثناء نقل سيارة إلى أقرب مصلحة ديال الشرطة بأمن أنفا بعد ما تم توقيف السائق ديالها في حالة غير طبيعية وبالحوزة ديالو داخل السيارة قنينة من الخمر أو من النبيد، عناصر الأمن المتمثلة في فرقة الدراجين كيف كتشوفوا اللي تمكنوا من إيقاف ديال هذا السائق. وفي هذه الأثناء تم النقل السيارة، وفيما تم النقل قبل ذلك سائق ديال السيارة إلى مصلحة المداومة. إذن رفع حظر التجوال الليلي لا يعني رفع قانون السياقة في حالة سكر. إذن شكرا على تتبعكم هذا المباشر، والساعة تشير إلى حوالي 4 صباحا كيف قلنا. سائق سيارة من الحجم الخفيف برفقة ديال المجموعة ديال العناصر داخل السيارة تم الإيقاف ديالهم من طرف عناصر فرقة الدراجين التابعة لأمن أنفا، وداخل السيارة كتواجد واحد القنينة ديال الخمر، والسائق في حالة غير طبيعية تم النقل على عجل إلى مصلحة المداومة أي مصلحة الاستمرار، فيما تم النقل ديالو نقل السيارة إلى أكيد إلى المحجز البلدي باش ما يتسببش حوادث سير، لأن السائق في حالة سكر أكيد غادي يتسبب في حالة سكر. وكيف قلنا سابقا، رفع حظر التجوال الليلي لا يعني رفع السياقة قانون رفع السياقة في حالة سكر. إذا تفاصيل أكثر تجدونها على قناتكم شوف تيفي. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.